شخصيا كنت بعمل كده. بس انا كل ما في الامر بسلكت ايه الحاجه الحلوه اللي بتعمل. اما عجوه السمسم. الله، حلو بقى المقترحات دي، عجوه السمسم. يعني اجيب البلح الرطب، ما اعرفش بقى بكام دلوقتي، موجود في السوق رخيص خالص يعني، ويتفصص معلقه سمنه بلدي صغنونه كده اهوت، وتشوح وتلف بيها، وحفنه سمسم، عسل، وتتحط في ده. ده سندوتش المدرسه. احلى من اي حاجه حلوه بياخدوها من المحلات. طبعا هي دي حاجه حلوه بس مفيد جدا جدا وسيف وقام. في البيت اعمله كريم كراميل يحلي بيه بعد الوجبه. شكرا، جميل خالص. اعمل بسكوت جوز هند جوه بيتي. لازم الامهات تتعلم بقى تعمل الحاجات دي. الامهات اللي مكسله هم، وبقول لنفسي الاول انا اعرف ابهات هم اللي بيعملوا. المهم يعني ده كلام جميل اهو، مفيش حجه. يعني بس ما تجيبيش سيره لحد. المهم على الهوا اهو كله. عايز اقول كان زمان يا فندم ما كانش في حاجه اسمها سوبر ماركت ولا بقال ولا كشك ولا ما اعرفش ايه الحاجات دي، ما كانش في كلام ده. كان زمان يا فندم الحلو عند الاطفال العسليه والنوجه. يعني ده من زمان قوي يعني، يعني من 60 سنه ايام انا. النهارده بقى في حاجات لطيفه على واسماء جميله. الكيك او الكريم كراميل في البيت والجيلي والحاجات دي. ابسط حاجه يا فندم الانجليش كيك، الكيك الانجليزي. اللي هو تلاقي الطفل لو خد له شريحه مليانه تين، مليانه مشمشيه، مليانه برضو كريزايه نص يعني، وهكذا. عايز اقول حضرتك الايجابيات موجوده بس احنا بنستسهل، هي دي المشكله. وبعدين زي ما تفضل سعاده الدكتور، النظام العائلي ده سيستم عيله. يعني الاب والام وكل طابور العيال مشتركين في سيستم. هو لو لقى نفسه لوحده هيحس انه متعاقب، والباقي كله بيسهر وبياكل وبيعمل عادي. وبعدين معلش هقول حاجه صعبه شويه بس معلش، انا شخصيا عملتها مع عيالي الثلاثه لحد ما بقوا اطول مني 6 في 15. ما شاء الله، ربنا يخليهم. ربنا يخليك يا فندم. تعيشي حضرتك، الطفل اللي ما يفطرش ما يخرجش. اللي ما يفطرش طبعا ما يخرجش، ما يخرجش حتى لو يروح المدرسه. احنا بنتكلم على المدرسه. طب ما كده هينبسط، يقول لك انا قاعد. حلو وماله، خليه يقعد بس. لازم حضرتك يكون في فارق ما بين الطفل اللي بيروح يتعلم ده انسان منتج، وما بين اللي قاعد في البيت يصير خادم لاخوته. يبقى يوم ازرق. انت مش قاعد تتبسط في البيت، لا انت لا قاعد لا. هتشقى. امال مين اللي هيفرد الكوفرتات والبطاطين والملايات والحفة بعد ما اخواتي يروحوا؟ مين اللي هيلم الشباشب بتاعت انت ما تستعجبيش؟ مين اللي هيقف يغسل المواعين؟ ما هو اللي قاعد في البيت خلاص. مشكله بقى يا دكتور. علشان كده لازم يعرف ان نار المدرسه ولا جنتي. تاني يوم يقول لك اكلوني عشان ابعد عن وشي. يصحى اول واحد في اخواته عشان يروح المدرسه. هو ده المفتاح يا استاذه. وبعدين خليني اقول ما ابتديش من النوم بالليل، خليه يسهر وقت ما يسهر. عيش حبيبي لحد بعد صلاه الفجر. 7 انجليزي كله ستاند باي. مش قادر. طب لا معلش، مفيش الكلام ده، كان زمان قايل قبل كده. كله يصحى عشان يتحمل نتيجه افعاله. هيوصل لسبعه ثمانيه بالليل هتلاقيه زي السكران. هو اللي بيدور على السرير عشان ينام. هو ده المفتاح، عمليه بسيطه خالص.